أنا كنت يعني كلمنا عن دور الفن التشكيلي في حياة حضرتك، بس ما تكلمناش عن الأدب بقى. حضرتك قلتي إن من عائلة أساساً يعني ليها في الطباعة والنشر وكده، فيعني هل طلعتي من صغرك بتحبي القراءة علشان ميلادك في عائلة هذا المجال؟ اكيد طبعا ولد عندك حب القراءه والادب. شوفي انا تربيت في وسط الكتب، يعني زي ما قلت لك احنا من اوائل العائلات اللي عملت في مجال الطباعه والنشر. احنا بدانا العمل في مجال الطباعه والنشر سنه 1903، يعني اول مطبعه انشئت ابينا كانت الحلبي. الحلبي انشئت ابينا بسنتين بس، واحنا تخطينا الحلبي بكتير جدا. احنا جينا في فتره كنا اكبر مطبعه في الشرق الاوسط، كنا بنطبع كتب الازهر. وجدي الله يرحمه كان كاتب وكان شاعر وكان مفكر اسلامي قوي جدا، لكن ما كانش بيطبع كتبه لان ما كانش فيه مكان. واحنا اول ناس استوردنا حروف الطباعه من المانيا. يعني كانت اسمه ايه بقى جد حضرتك؟ عبد اللطيف ابن الخطيب. وليه كتاب شهير جدا اسمه الفرقان، كان صدر في الاربعينات وكان عمل ضجه. فانا تربيت في وسط الكتب دي، وكل بيت في العيله فيه مكتبه ضخمه جدا وفيه كتب نادره وفيه مخطوطات وبتاع. وبعدين والدي الله يرحمه كان حريص جدا ان هو يحببني في القراءه. فاذكر ان هو وانا 9 سنين فتح لي المكتبه وقال لي اقراي ما شئتي. المره الوحيده اللي قال لي ما تقريش فيها كتاب كان كتاب لعباس العقاد اسمه هذه الشجره. فقال لي انا اخشى، كان كتاب عن المراه، انه اسلوب العقاد يكرهك في القراءه فما تقريهوش. وبعدين لما زي ما بقولك لما جيت اتخصص في كليه فنون جميله تخصصت في قسم الجرافيك شعبه فن كتاب، حبا برضو في صناعه الكتاب. ولما جيت اعمل بعد كده دراسات عليا طلب مني ان انا اعمل بحث مقارن ما بين دولتين من الدول الاسلاميه، تطور فن صناعه الكتاب ما بين دولتين، فاخترت الايوبيه والفاطميه. والدولة الفاطمية الدكتور اللي كان مشرف على البحث قال لي الدولة الفاطمية مش هيبقى عندك مادة تستخدميها، لأنه زي ما احنا فاهمين الدولة الفاطمية كانت دولة شيعية وأحرقت الكتب بتاعتها كلها وبتاع، رغم إنه الثابت تاريخيا إنها تطور فن صناعة الكتاب تحت الدولة الفاطمية تطور مبهر يعني على مستوى العالم كله مش على مستوى الدولة الإسلامية بس. فأنا أصريت وبحثت عن مراجع بقى وأصبت بهوس القراءة عن الدولة الفاطمية، فسبت الدراسات العليا وركزت في موضوع الدولة الفاطمية. ومن باب الدولة الفاطمية بدأت أقرأ عن المذهب الإسماعيلي اللي أسست عليه الدولة الفاطمية. وبعدين أعجبت بالموضوع جدا وقررت أكتب كتاب. المراجع اللي أنا قريتها كلها كانت أسلوبها ثقيل قوي قوي، المراجع اللي بتتكلم عن المذاهب والفرق أسلوبها ثقيل جدا. فقلت أنا هعمل كتاب بأسلوب مبسط بقى لأبناء جيلي أحط فيه خلاصة ما قرأت. فاخترت 5 فرق أو 5 مذاهب يجمع بينهم حاجة واحدة، إن هم كلهم خرجوا من عباءة الإسلام وكونوا مذاهب أو كونوا ديانات مستقلة. التقريب لا مش التقريب أو إيه؟ لا حضرتك عملت كتاب. عملت الكتاب. أنا بقول لحضرتك هم اخترت 5 مذاهب. اللي هم هقولهم لك بتسلسل البعد الزمني. معقوله نسيت؟ اللاذيبيه اللي احنا بنقول عليها عبده الشيطان، ثم الدوله القرمطيه، وبعدين الحشاشين، وبعدين البهائيه، ثم القديانيه اخر واحده. القديانيه ده بالبعد الزمني. هو انا كان في مذاهب كتيره جدا عايزه اتكلم عليها، بس اخترت 5 دول لان بقول حياتك يجمع ما بينهم ان هم كلهم خرجوا من عباءه الاسلام وكونوا مذاهب مستقله او ديانات مستقله، واتفق على ان هم خرجوا من عباءه الاسلام. يعني متفق على ان هم لا يميتوا للاسلام، بس حتى القديانيه والبهائيه اللي هم ساعات بيتمحكوا كده ما مش. وكتبته باسلوب مبسط وفي كتاب يعني حوالي 150 صفحه بس مش كتير. وتناولت فيه بقى أغرب الطقوس العبادات بتاعتهم ونشأة كل فرقة منهم ونهايتها، وسميته التاريخ الدموي لأن 5 تعرضوا للاضطهاد. يعني 5 تعرضوا للاضطهاد شديد جدا، يمكن أجلهم أو أوضحهم اليزيدية. فدخلت يعني من هنا بقى عشان تسأليني على الكتابة، دخلت الكتابة من بوابة الفنون الجميلة برضه، يعني كنت بعمل دراسات العليا وأبحرت بقى في موضوع الدولة الفاطمية. علاقتك بالكتابة الصحفية؟ علاقتي بالكتابة الصحفية بدأت من خلال الكتاب اللي بقول لك عليه ده، لأني فكرت إنه أنا أكتب. كنا في أواخر 2011 وكان في هوجة كده، كل يوم تلاقي حزب جديد تم تأسيسه. حضرتك كتبت في 2012؟
لا في 2011 ما كتبتش، ما اشتغلتش صحافه غير في 2011. فقلت انه كنت عايزه اكتب عن فكره، اكتب مقال اتكلم فيه عن العلاقه ما بين الدوله القرمطيه والاحزاب اليساريه، لان الدوله القرمطيه اللي يقرا في تاريخها هي اول حركه اشتراكيه في الاسلام، وميثاق الالفه والمحبه اللي هو الميثاق بتاع الدوله قريب جدا، في تشابه كبير جدا بينه وبين البيان الشيوعي. كنت عايزه اكتب عن الصله دي واتكلم عن تعدد الاحزاب، يعني اسباب سقوط الدوله القرمطيه واسباب سقوط او اسباب عدم نجاح الاحزاب اليساريه في مصر، لاعتبارها ترجع لانه سمعه اليسار مشوهه في وكلمه اليسار بشكل عام مرادف للالحاد وبتاع، وترجع لانه التعدد ده بتتوه فيه الكيانات الصغيره واربط بقى ما بينهم. فكتبت المقال ولقى استحسان فطلب مني ان انا اكمل. كتبت تاني مقال اعتقد كان عن الفرق، عن الطرق الصوفيه وعن قوتها وقدرتها على التاثير، وان دي حاجه محدش انتبه لها، والتعداد بتاعهم جبت الارقام وكانت ارقام مبهره جدا، ساعتها مش فاكره كام مليون، يمكن 20 مليون او حاجه المسجلين فعلا في الصفوف. فبرضه لقى استحسان وكملت بقى مقال اسبوع. متى توقف رسول الخطيب عن الكتابه؟ السنه بيقولوا ايه بتوع الالتراس؟ يوم ما مش عارفه بقى اكيد ميت. لا مش هتوقف عن الكتابه لاعتبار مهم جدا، ان انا ما بعتبرش نفسي كاتبه متمرسه، انا بعتبر نفسي كاتبه هاويه. فانا مش مع حته الالتزام اللي بتقتل الابداع دي، مش عندي انا، حتى ببعت لكم اسبوع و10 لا، فبكتب بمزاجي. فاهم يعني الفن التشكيل مقدم على الكتابه؟ انا احب اقدم نفسي على ان انا فنانه تشكيليه في المقام الاول، لكن هم مكملين لبعض. يعني انت بتستمتعي اكتر وانت بتعملي لوحه ولا وانت بتكتبي؟ لا وانا بعمل لوحه طبعا. احنا استمتعنا بحضرتك النهارده. لا خالص، اسعدتوني قوي بحضرتك. ميرسي، انا اللي شاكره ليكي. ميرسي والله، شرفتينا ونورتي صالون. شكرا.